السلام عليكم شباب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تقييم الأسبوع التاسع الأداء المنزلي. تعالوا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. رقم واحد بيقول لي: إذا كان المستقيمان إم واحد وإم اتنين متوازيين والمستقيم إن قاطع لهما، أوجد قياسات الزوايا المرقمة مع توضيح السبب. طيب، إم واحد دي زاوية مستقيمة، فيعني ده كده دي كده زاوية مستقيمة، فأنا هقول إن زاوية واحد تساوي الزاوية المستقيمة 180 درجة ناقص 50 تساوي 130 درجة، وأكتب له كده إيه؟ زاوية مستقيمة أو زاويتان متكاملتان. طيب بعد كده يبقى دي كده خلاص عرفناها. طيب زاوية اتنين، زاوية اتنين اقدر اقول 50 درجة. ليه؟ بالتقابل بالرأس. يبقى دي 50 درجة، يبقى دي خلاص. طب زاوية تلاتة، برضو زاوية تلاتة هتساوي زاوية واحد هتساوي 130 بالتقابل بالرأس. يبقى انا كده جبت كل اللي فوق دول. ركز معايا بقى، احنا عندنا المستقيم ام واحد بيوازي ام اتنين والان قاطع لهما، دي هيندرج تحتيها بقى كذا حالة. ايه الكذا حالة؟ تعال نكتبه كده، دي 130 ودي 50 ودي 130. اول حالة معانا ان زاوية اربعة تساوي 180 ناقص 50، او بكل سهولة خلينا نكتبها على طول، تساوي زاوية تلاتة تساوي 130 درجة حرف الزد متبادلتان. يبقى دي كده 130، وزاوية سبعة هتساوي زاوية اتنين هتساوي 50 درجة، برضو زاويتان متبادلتان. طيب هنقول برضو ان زاوية سبعة هتساوي زاوية خمسة هتساوي 50 درجة بالتقابل بالرأس. ليه؟ بص كده حرف الاكس اهو، دي كده هتبقى زي اللي فوق 50، ودي 130 دي هتبقى زي 130. هقولهم لك دلوقتي برضو كلك مرة واحدة عشان تفهم. زاوية ستة هتساوي زاوية اربعة تساوي 130 درجة بالتقابل بالرأس. تعال بقى ايه اعملهم لك تاني كده عشان اللي عايز يفهمها كويس. ده كده كله 180، فدي كده هتبقى 130، دي كده بالتقابل بالرأس 50، ودي زيها 130. حرف الزد دي 130 والناحية التانية دي 50، بالتقابل بالرأس دي 50 ودي 130 زيها 130. بس اللي حابب ياخد سكرين هنا او يوقف هنا تمام. تعالى اللي بعدها رقم اتنين، اذا كان المستقيمان ام واحد وام اتنين متوازيين والمستقيم ان قاطع لهما، نفس الفكرة، اوجد قياسات الزوايا المرقمة مع توضيح السبب. تعالى نبدأ بزاوية واحد، زاوية واحد هتساوي 180 درجة ناقص 135 خط مستقيم، تبقى كام؟ تبقى 45 درجة. ممكن تكتب كده زاويتان متجاورتان متكاملتان. طيب زاوية دي كده 45 درجة خلاص، قلناها زاوية واحد. يبقى زاوية اتنين هتساوي زاوية واحد هتساوي 45 درجة بالتقابل بالرأس. يبقى دي 45 درجة. وزاوية تلاتة
تلاتة هتساوي 135 درجة برضو بالتقابل بالرأس. مية خمسة وتلاتين. طيب عايزين زاوية أربعة، حرف الزد هتقول له كده ام واحد يوازي ام اتنين وان قاطع لهما. يبقى زاوية تلاتة هتساوي زاوية أربعة هتساوي 135 درجة بالتبادل. أهي. وزاوية اتنين هتساوي زاوية سبعة هتساوي 45 درجة برضو بالتبادل، حرف الزد من الناحية التانية. طيب عايزين خمسة، زاوية خمسة هتساوي زاوية سبعة هتساوي 45 درجة، أهو حرف الإكس بالتقابل بالرأس. وبرضه بعد ما أخلص هقولها لكم ملخص كده. طيب زاوية ستة هتساوي زاوية أربعة برضه بالتقابل بالرأس تساوي 135 درجة. تعالى بقى نمسح كل الدوشة دي. طبعا ده كده 180 درجة، فدي 180 ناقص 135 45، دي بالتقابل بالرأس 45، دي بالتقابل بالرأس 135. حرف الزد أهو تبقى دي 45، الناحية التانية أهو تبقى دي 135، دي زيها 45، دي 135. ده كده أبسط حاجة ليها، برضه هسيبها لك عشان لو حابب تنقل. ننتقل لرقم ثلاثة. إذا كان المستقيمان M1 وM2 متوازيين والمستقيم N قاطع لهما، أوجد قيمة X. هو قال لك إن M1 توازي M2 والمستقيم N قاطع لهما، أوجد قيمة X. يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتناظر. هنودي دي هناك بالسالب، تبقى 2x او 2x 130 ناقص 30. 130 ناقص 30 تبقى 100، يبقى الاكس الواحده 100 على الاتنين اللي هي 50 درجه. رقم 4، المستقيمان M1 و M2 متوازيين. خلاص حفظنا يا شباب مع بعض، M1 توازي M2، المستقيم N قاطع لهما. يبقى حرف الزد قدامك اهو، يبقى 2X ناقص 30 تساوي X زائد 40 بالتبادل. طيب حرف الزد قدامك، يبقى هتخلي الاكس في طرف لوحدها، هتودي دي هنا 2 اكس ناقص اكس، ودي هتروح هناك بالموجب 40 زائد 30. 2 اكس ناقص اكس تبقى اكس، 40 زائد 30 تبقى 70 درجة. رقم 5، اي بي المستقيم اي بي او الشعاع اي بي يوازي سي دي واي سي قاطع لهما. يبقى في حرف الزد قدامك اهو، يبقى قياس زاوية A يساوي قياس زاوية C يساوي 45 درجة، وتكتب له بالتبادل. أسهل ما يكون، ممتع جدا التوازي، جايب لك كل الحالات. اللي بعدها، أوجد قيمة X، مديني إن AB يوازي CD و A C قاطع لهما. يبقى مجموع الزاويتين دول يبقى X زائد 108 درجة، أو خلينا نكتبها بالرموز الأول. يبقى ميجر أو قياس زاوية A زائد قياس زاوية C يساوي 180 درجة. ليه؟ اكتب له كده
زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى الإكس تساوي 180 درجة ناقص 108 درجة تبقى 72 درجة. لازم أكتب يا مستر كل الكلام ده؟ آه، عشان في طلبة بتبقى عندها مشكلة في القاطع وزاويتان داخلتان وكده، كله يتكتب. اللي بعدها رقم 7، أوجد قيمة إكس في الشكل المقابل ثم إثبت أن AC يوازي BE. عايز يثبت ان اي سي ده توازي بي اي ده. انت معاك الاول توازي، هو مديهولك الاي بي بيوازي السي دي. طب فين القطع لو ما الاي سي؟ يبقى قياس زاوية اي ده زائد قياس زاوية سي ده يساوي 180 درجة. برضو تكتب له كده زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى الإكس تساوي 180 درجة ناقص 115 درجة تبقى 65 درجة. يبقى دي 65. هتقول له بقى بما أن قياس زاوية اي بي اي اللي هي دي يساوي قياس زاوية اي تساوي 65 درجة وهما في وضع تبادل، إذن AB يوازي CD. لا ثواني عشان احنا اخطأنا، إذن AC توازي BE. برضو بسيبها ثواني كده لطلابنا. رقم 8 بيقول لي اوجد قيمة اكس في الشكل المقابل. هقول له برضو بما ان اي بي يوازي سي دي، فين القاطع؟ الاي سي قاطع له. يبقى قياس زاوية A و C يساوي 180 درجة. ليه؟ زاويتا داخلتا وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى زاوية C اللي هي X 180 درجة ناقص 78 درجة اللي هي 102 درجة. رقم 9، أوجد قيمة X في الشكل المقابل ثم اثبت أن AB يوازي CD. هقول كده، أنت مديني حالة توازي، إيه هي؟ إن الـ BE، خليني أكتب بالأسود أوضح، الـ BE يوازي AC، القاطع لهما AB. يبقى الزاوية ده هي قياس زاوية B يساوي قياس زاوية A، مفيش غيرها يعني هنا، يساوي 75 درجة بالتبادل. بعد كده هقول برضو ان انت عندك قياس زاوية A زائد قياس زاوية C يساوي 75 درجة زائد 105 درجة يساوي 180 درجة. تمام، وهما داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع. يبقى لازم ان الـ AB يوازي الـ CD.
رقم 10. أوجد قيمة x في الشكل المقابل. عندنا خطوتين هنا، التوازي ومجموع الزوايا المتجمعة حول مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة. نبدأ بالتوازي، ال CD يوازي AB، ال AC قاطع لهما، يبقى قياس زاوية A زائد قياس زاوية دي سي اي يساوي 180 درجة، زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى قياس زاوية دي سي اي يساوي 180 درجة ناقص الخمسين تبقى 130 درجة. يبقى دي كده 130. احنا عارفين انه مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة. يبقى عشان نجيب الاكس هنعمل 360 درجة ناقص التسعين دي والمية وتلاتين. تبقى 140 درجة. ننتقل لرقم 11، نفس الفكرة بالظبط. أوجد قيمة X في الشكل المقابل. ابدأ بالتوازي AB يوازي سي دي والاي سي قاطع لهما، يبقى قياس زاوية A زائد قياس زاوية دي سي اي اللي هي دي يساوي 180 درجة. ليه؟ زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى قياس زاوية دي سي اي يساوي 180 درجة ناقص 35 درجة اللي هي 145 درجة. تاني، مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة. يبقى انت عشان تجيب اكس هتعمل 360 ناقص 105 زائد 145، تخلي دي 105 وتخلي دي 145 تبقى 110. ممكن ناخد الحل هنا لو حد ايه شايف ان في مشكلة هنا اهو. رقم 12، اوجد قيمة اكس في الشكل المقابل. مديك ثلاث مستقيمات متوازية، هقول له بما ان اي بي اللي فوق ده يوازي سي دي والاي سي قاطع لهما، يبقى قياس الزاوية دي والزاوية دي يساوي 180 درجة داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، A زائد قياس الزاوية، بص هنا هقولها ازاي، دي سي A ليه داخلتان، المفروض حفظتها معايا بقى، طيب بعد كده خلاص دي كده جبناها او دي هنجيبها، يبقى قياس زاوية دي سي اي يساوي 180 درجة ناقص 65 درجة اللي هي 115 درجة.
هنا بقى هنعيد نفس الكلام تاني، هقول له بما ان السي دي يوازي الاي اف والاي سي قاطع لهما، يبقى قياس زاوية اي زائد قياس زاوية دي سي اي يساوي 180 درجة. برضو هكتب له نفس الكلام، بص داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى قياس زاوية دي سي اي يساوي 180 درجة ناقص 70 درجة اللي هي 110 درجة. احنا عايزين اكس بقى، احنا اتفقنا مع بعض ان دي 110 ودي 115، اتفقنا مع بعض كذا مرة انه مجموع قياسا الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة، يبقى الاكس تساوي 360 ناقص 110 زائد 115. تبقى 135 درجة. بعد كده رقم 13، عندنا توازي برضو، اي بي يوازي سي دي والاي سي قاطع لهما، يبقى قياس زاوية اي يساوي قياس زاوية دي سي اي اللي هي دي يساوي 135 درجة بالتبادل حرف الزد. طيب يبقى دي كده 135 درجة حرف الزد اهو. تعال بقى هنا، انت عندك السي دي توازي الاي اف والسي اي قاطع لهما، يبقى قياس زاوية اي زائد قياس زاوية دي سي اي يساوي 180 درجة، يبقى قياس زاوية دي سي اي يساوي 180 درجة ناقص 65 درجة اللي هي 115 درجة. ليه؟ ليه؟ زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع. طيب دي كام قلنا؟ 115. احنا عارفين انه مجموع قياسا الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة، يبقى الاكس 360 ناقص 115 زائد 135، الآلة الحاسبة 115 ونخلي دي 135 تبقى 110 درجة. ادي الحل كامل عشان تنقل. رقم 14، اثبت ان ام وان متوازيان، الزاويتين دول متساويتين وهما في وضع تبادل حرف الزد، يبقى مالهم؟ مستقيمين متوازيين. فاقول له كده الزوايا متساوية في القياس وهما في وضع تبادل، اذا ام توازي ان. اخر واحدة، طيب اثبت ان ام دي 50، عايزين نجيب حاجة كده ايه مرة واحدة، ماشي، تبقى دي جنبها 130 درجة او بلاش،
خلينا نعمل حرف زد، دي كده 130 تبقى دي 50، 180 ناقص 50 يبقى برضو الزاويتان 50 متساويتان في القياس. طب دول عاملين ايه؟ عاملين برضو حرف الزد وهما في وضع تبادل. اذن ام توازي ان، وشكرا كده يا شباب يكون انتهينا من الاداء المنزلي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير وسبسكرايب. دعواتكم وكومنتاتكم الايجابيه حافز لي عشان نكمل ونستمر. بتمنى لكم كل التوفيق وشكرا، والسلام الله عليكم.